السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المتنوع. أتمنى من كل من يشاهد قناتنا ألا يبخل علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، وأيضا لا تبخلوا علينا بالضغط على جيم أسفل الفيديو لأن الضغط على هذا الزر يحفزنا كثيرا للرقي نحو الأفضل. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع تفاصيل هذه الحلقة. ظهور فرح الفاسي من جديد رفقة زوجها عمر لطفي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو بلقيس فتحي تدافع عن نفسها بعد رقصها المثير مع محمد رمضان. بالفيديو اللاعب فيصل فجر يجري عملية تجميل ويظهر بشكل مختلف. قصبة تادلة انقلاب قارب وسط البحر وأنباء عن مفقودين. إيقاف امرأة لتورطها في تزوير اختبارات كورونا بتوريرته. وليمة عشاء أقامها مرشح للانتخابات المقبلة تستنفر السلطات المحلية والدرك بقلعة أسراغنا. باحث مغربي يكشف أعراضا خطيرة تظهر على المصابين بكورونا وسط الأطفال. عضو باللجنة العلمية يطمئن المغاربة سنخرج من الجائحة في هذا التاريخ. أشعل ظهور الفنان فرح الفاسي من جديد رفقة زوجها الفنان عمر لطفي مواقع التواصل الاجتماعي كما أثار إعجاب عدد كبير من محبيها. وكانت فرح الفاسي قد أطلت يومه الجمعة على متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام رفقة عمر لطفي خلال استمتاعهما بالتعرض لأشعة الشمس وذلك خلال عطلتهما الصيفية. وقد أرفقت الفاسي صورتها بتعليق جاء فيها: أنا قربت نخذ اللون اللي خدا عمر حتى تسالى الصيف. وتم لاحقا تداول صورة الفنانة فرح الفاسي رفقة زوجها الفنان عمر لطفي على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة عبر تطبيق الانستغرام، وسط إبداء الكثيرين لفرحتهم بظهورهما مجددا مع بعضهما، لا سيما بعد تداول إشاعة خلافهما وانفصالهما في الفترة الماضية، خاصة بعد أن عمدت فرح الفاسي على حذف جميع صورها مع عمر لطفي من حسابها الشخصي على الانستغرام وعدم ظهورهما مجددا مع بعض. حرصت الفنانة بلقيس فتحي على إنهاء الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بسبب تداول فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص مع الفنان محمد رمضان على أغنيته ثابت، ما اعتبره عدد من متابعيها جريئا مقارنة بما تعودت الظهور بها. وقالت في مقابلة لها مع برنامج اي تي بالعربي: رقص وكنا في مكان عام ومحمد رمضان شخص لطيف حضر وأداء أغنيته ثابت. وأضافت: أنا شخصية مرحة وفي يوم عرسي أعتقد رقصت رقص التاريخ كله، وقبل وبعد عرسي أنا شخص يحب الرقص كثيرا والمرح مع العالم وطاقته إيجابية كثيرا. وتابعت: شاهدت محمد رمضان وهو شخص لطيف وجنتلمان وكان موجودا في المكان الذي كنت سهران فيه بالساحل الشمالي في مصر وكنا نتفاعل مع أغنيته ورقصته رقصنا وانبسطنا. كما ردت على الجدل الذي أحدثه رقصها في فيديو كليب أحدث أغنياتها الدبلوماسية، إذ أكدت أن فنانات الاستعراض في كل مكان بالعالم يتمتعن بأصوات قوية وقدرة رائعة على الاستعراض على المسرح، فما المانع من قيام الفنانات العربيات بالشيء نفسها؟ ظهر اللاعب المغربي فيصل فجر يومه السبت 28 من غشت 2021 خلال ندوة صحفية قبيل مباراته ضد FC كوبنهاغن بلوك جديد، حيث بدأ أنفه بشكل مختلف وأصغر من شكله الطبيعي مما يدل على خضوعه للتجميل بحسب متتبعيه. وتم تداول صورة لفجر بشكله الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن البعض شكك في أن تكون تلك الصورة تعود فعلا لفيصل كونه ظهر مختلفا جدا عن شكله الطبيعي، وأيضا لأن هذا اللاعب لم يتقاسم مع متابعيه على الانستغرام أي صورة جديدة منذ شهر مارس 2021.
وعلى ما يبدو فاستقرار فجرة في تركيا جعله يتخذ خطوة الخضوع للتجميل لتصحيح شكل أنفها الذي كان يعاني من بعض الإعوجاج. وتجدر الإشارة أن فيصل فجرة قد انتقل لتركيا للعب ضمن صفوف فريق سيفاسبور التركية، ويعد هذا اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، حيث خاض إلى حدود الآن 33 مباراة مع الفريق المغربي. عاشت مدينة قصبة تدلى أول مساء يومه الجمعة حالة من الاستنفار بسبب الحديث عن احتمال وفاة عدد من الشبان غرقا بعدما انقلب قاربهم وسط البحر حينما كانوا يحاولون الهجرة إلى الضفة الأخرى. وحسب تصريحات بعض أفراد الضحايا المفترضين لوسائل الإعلام المحلية بقصبة تدلى، فإن مجموعة من الشباب كانوا يحاولون الهجرة إلى الضفة الغربية، لكن علو الأمواج والرياح القوية حالت دون وصولهم، ما تسبب في انقلاب القارب المطاطي الذي كانوا على متنها. وأكدت جل التصريحات أن أمواج البحر لم ترمي الجثث لحد الساعة، ما يجعل خبر وفاتهم مجرد فرضية. وعبرت أسر الضحايا عن حزنها الشديد لفقدان أفراد من عائلتها في عمق البحر. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور مساء يومه الأحد عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 57 سنة تشرف على وكالة لتحويل الأموال بمدينة توريرت، وذلك للاشتباه في تورطها في الوساطة في تزوير شواهد اختبارات الفحص عن فيروس كوفيد-19. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الاثنين أنه تم توقيف المشتبه فيها بمدينة توريرت في سياق البحث المنجز مع 8 مسافرين تم توقيفهم بمطار الناظور العروي أول مساء يومه السبت، وهم متلبسين بتقديم شواهد اختبارات مزورة للفحص عن فيروس كوفيد-19، حيث أوضحت التحريات أن أحد الموقوفين حصل على شهادة فحص مزورة من المشتبه فيها مقابل مبلغ مالي قدره 750 درهما. وقد تم وفق البلاغ الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية رغم إشارة البحث القضائي الذي تجريه الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين. وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تواصل تدعيم وتنشيط إجراءات المراقبة بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في الشواهد الصحية وفي مقدمتها اختبارات الكشف عن عدوى كوفيد-19 بما يضمن حماية الصحة العامة. كشف مصدر مطلع لقناتنا أن السلطات المحلية مرفوقة بعناصر الدرك الملكية بقلعة سراغنا وبالضبط بجماعة أولاد مسعود قيادة أولاد بوعلي الواد قامت مساء أمسنا الأحد باقتحام حفل عشاء أقامه أحد المرشحين التابعين لأحد الأحزاب في ظل الحملة الانتخابية الحالية. وأكد المصدر نفسه أن السلطات المحلية توصلت بإخبارية تفيد أن أحد المرشحين قام بوليمة عشاء حضرها حوالي 130 شخصا، ما جعلهم ينتقلون إلى عين المكان ويقتحمون المكان رفقة عناصر الدرك الملكية بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية ومحاولة استمالة الناخبين من أجل التصويت على المعني بالأمر في الانتخابات الجماعية المقبلة ليوم 8 من شتنبر. وأوضح المصدر ذاته أنه بمجرد وصول عناصر الدرك الملكية إلى عين المكان فر الجميع من مكان الوليمة خوفا من اعتقالهم. أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظام الصحية الطيب حمدي أنه مع السلامة الكلاسيكية لكوفيد-19 لم يكن الأطفال ينشرون الفيروس على نحو كبير ويصابون بشكل أقل ولا تظهر عليهم أعراض بشكل عام. وأوضح الباحث في مقال بعنوان أطفال ملقحون أطفال محميون
أنه نادرا ما يتطور الوباء في صفوف الأطفال إلى حالات خطيرة تؤدي إلى وفيات، ولكن مع المتغير دلتا وحتى لو ظلت النسبة المئوية لإصابة الأطفال منخفضة، فإن أعداد الأطفال المصابين والأطفال الذين تظهر عليهم الأعراض والأطفال الذين يدخلون المستشفيات والأطفال المتوفين قد ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة عبر العالم. وأضاف حمدي أن الطفل المصاب بكوفيد-19 بدون أعراض هو ناقل ضعيف للفيروس، بينما ينشر الطفل الذي تظهر عليه أعراض الفيروس بين الأطفال الآخرين وبين البالغين. وتابع المتحدث ذاته أنه على الرغم من أن الأطفال لا تتطور لديهم حالات حادة من كوفيد-19 في كثير من الأحيان، فإنهم يتعرضون لحالات أخرى مثل متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال، وهي حالة تحدث بعد أسبوعين أو 4 أسابيع على إثر الإصابة بشكل مصحوب بأعراض أو حتى بدون أعراض من العدوى، مع ارتفاع في درجة الحرارة وتغير في الحالة العامة وعلامات على مستوى الجهاز الهضمي وأعراض أخرى، والتي يتعين أن يكون التكفل بها مستعجلا وفعالا. قدم عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة تطمينات بخصوص تطور الجائحة خلال الشهور المقبلة. وقال مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مع توفرنا على كميات كبيرة من اللقاح تسمح بتلقيح كل المغاربة فوق سن 12 سنة، تتغير معادلة عملية التلقيح المغربية من البحث عن اللقاح إلى سباق مع الزمن لتلقيح أكبر عدد ممكن من المغاربة بمقاربة تطوعية وتلقيح متاح لجميع المغاربة. وأكد البروفيسور: أظن أنه يمكننا اليوم أن نتحدث عن شريطة انخراط الجميع في التلقيح، عن جدولة زمنية للخروج من الأزمة عبر مراحل متعددة تقاس بنسبة الملقحين من عموم ساكنة المغرب. المرحلة الأولى، يضيف البروفيسور، بوصولنا إلى نسبة 50% أي حوالي 15 من شتنبر من المغاربة ستتحسن الوضعية الوبائية إن شاء الله، لا سيما أنها ستتزامن بداية نهاية موجة دلتا، كما تشير لذلك جميع المؤشرات المرفقة مع التدوينة والتي تحسنت مقارنة مع الأسبوع الفائت. وبخصوص المرحلة الثانية، أوضح البروفيسور أنه مع بداية شهر أكتوبر والوصول إلى نسبة 60% من الملقحين نكون قد بدأنا في حماية كاملة لمنظومتنا الصحية، ولا سيما إذا ما بدأنا إبانها بتلقيح الفئات المسنة والهشة صحيا بالجرعة الثالثة المعززة. أما المرحلة الثالثة ستنطلق بحسب البروفيسور ببلوغ شهر نوفمبر، و70% من الملقحين نكون قد بدأنا في الخروج التدريجي من الأزمة وتخفيف القيود والعودة حياة شبه طبيعية. وأشار البروفيسور أنه مع شهر دجنبر نتمنى أن يتمكن المغرب إن شاء الله من بدء تصنيع اللقاحات محليا، مما سيعطينا استقلالية صحية ولقاحية، ولما لا يجعلنا نفكر في استراتيجية قارية، لأننا وكما أردنا دائما لن نخرج من الأزمة من دون إفريقيا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.